بسم الله. السلام عليكم. رحبوا بنائب السفير التركي في بلدية تجورة ومنظمة تيكا. رحب أيضا بضيوفنا من المنطقة الشرقية، من مهجرين المنطقة الشرقية اللي مقيمين في تجورة وخرج تجورة. أهلا وسهلا بهم في مدينتهم. نرحبوا بهم ونتشرفوا بحضور مادبة الإفطار هذه. نشكر معهد دار الإفتاء على إقامته ووقفته في ومجهوده مع مهجري المنطقة الشرقية. احنا كبلدية تجورة نعتبر قضية مهجرين المنطقة الشرقية هي قضيتنا كاملة، واحنا واقفين معهم بإذن الله في أي شيء يطلبوه منا. وأهلا وسهلا بهم في كل وقت. نشكر المنظمة على تنظيم هذه الإفطار، ونتمنى التعاون مع الحليف التركي بصفته أن ننكروش وفضلها وجميل دولة تركيا في وقوفها معنا ضد الحكم العسكر وضد الانقلاب اللي داخل الدولة الليبية. وإن شاء الله تكون هذه زيارة موفقة بالنسبة لبلدية تجورة، وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم.